نرجع لكم مره ثانيه وانبوكس بعد المداوله، واللي دايما بينورنا فيها المستشار احمد فوزي علشان بقى يرد على الاستشارات والاستفسارات وكمان الاسئله القانونيه. والنهارده يعني موضوع حلقتنا في الحقيقه هو برضو عن يعني سكه الايجارات، ونتكلم مع عن حالات طرد وكمان امتداد الايجار للمستاجر. استاذ احمد برحب بيك معانا وكل سنه طيب. انت بصحه وسلامه، كل سنه طيب. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ منورنا دايما. ميرسي يا فندم. طب احنا طبعا اتكلمنا على موضوع الايجارات ده يعني بشكل مستفيض جدا خلال حلقاتنا وفقراتنا يعني على مدار السنتين اللي فاتوا، لكن احنا برضو عشان الناس بيهمها موضوع الايجارات ده جدا، فاحنا هنتكلم عن حالات طرد المستاجر وبرضو حالات الامتداد. واول حاجه هنسال فيها، هل يجوز ان يمتد عقد الايجار لشخص اجنبي؟ تمام. شوفي، زي ما اتفقنا يمكن الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا فيها عن بعض الحالات اللي هي موجودة ولم تستخدم نظر للظروف، زي ما قلنا اللي عنده بيت مكون من أكتر من 3 وحدات من حقه يطرد. القانون ده موجود من زمان جدا بس الناس ما فعلتهوش، أو الناس مش واصل لأذانها أو لمعلوماتها، الناس الطبيعية مش طبعا، نظرا لان مفيش الحالات دي ظهرت الا دلوقتي لما ظهر في مجتمعات عمرانيه وناس بتشتري و الامور دي كلها. في حالات من للطرد انا شايف ان الناس مركزه في حالتين، الراجل يمتد له ما يمتدلوش، احنا نغير النشاط ما نغيرش النشاط، ودي حالات هي دي الصعبه. لكن عندنا حالات كتيره، على سبيل المثال الحاله اللي قلناها المسكن، على سبيل المثال حالات من حالات التانية لو حضرتك حصل فعل فاضح في مسكن، يعني حضرتك شخص تمام بيتعمد يخرج بملابسه الداخلية في البلكونة، ده قانون على فكرة تمام، ده فعل فاضح، هذا يستوجب الطرد. تخيلي بقى حضرتك، عمر ما حد خد باله من حاجة زي دي ولا حاول يرفع قضية زي دي يستوجب فيها الطرد، لان القانون هنا بيتكلم على الاداب العامه. شخص عاكس بنت الجيران في عماره وثبت ده بحكم، ده يستوجب الطرد حتى لو ابن المستاجر. يعني الناس دايما مركزه، شوفي يمكن واحد يقول لي طب منفتح ليه؟ لان القانون ضيق، وفي ناس تحس انها يعني مظلومه جدا في القانون ده، انه بيتها وحياتها وهي شخصيا مش عارفة تقعد ابنها بشقة زي اللي واحد واخدها منه مستأجرها ب5 جنيه. هنتكلم على الحالات اللي هي الامتداد للعقد الإيجار اللي هو المسمى بتاعه عقد إيجار قديم، صح كده؟ صح. ككلمة امتداد اللي بيتكلم فيه دلوقتي كده إيجار قديم. تمام. فالإيجار القديم دايما انت عارف انه هو المشكلة، ان ازاي نطرد. فاحنا بنفتح الباب للي عنده أخطاء كمستأجر ياخد باله هو ما يعملهاش، والمالك لو وجد فرصه حقه. انا دايما مع يعني شايف ان القانون، قانون الايجارات عامل مشكله للناس جامده قوي، لاصحاب البيوت انهم حاسين انهم حاجتهم مش عارفين ياخدوها وما فيش حل. يعني فده حل زي ما بقول لك حضرتك. عندنا نرجع بقى للسؤال اللي حضرتك سالتيه، الاجنبي في مصر ليه حكم غريب جدا برضه الناس مش واخده. يعني مثلا تلاقي حضرتك واحد مستاجر اجنبي اجر منك واقامته انتهت، تطرده على طول، تطرده على طول حتى في القانون القديم. احنا ما بنتكلمش على الجديد على فكره، احنا ما بنتكلمش في دي على الجديد. يعني تلاقي واحد ساكن اجنبي وملوش اقامه في مصر، من حقك تطرده. كويس. دي حاجه برضه الناس مش واخده بالها، ان هو لان وضع الاجنبي يختلف عن وضع المصري. الاجنبي يختلف وضعه، لو اجنبي اقامته انتهت داخل جمهوريه مصر العربيه وهو مؤجر ومالوش اقامه اطرد يا فندم. اجنبي مالوش اقامه وقفل شقته، تلاقيهم ايه، الاجانب كانوا ساكنين في حتت حلوه جدا في مصر. ممكن يبقى صاحب البيت الاجنبي سافر وقفل شقته النهارده لغايه النهارده، وبيبعت له الاجره عن طريق حد من الجيران او عن طريق محامي او والاجنبي ده يطرد من بكره. انت ليه قاعد مستني؟ فوضع الاجنبي اذا كان الاجنبي ده اقامته انتهت في مصر يطرد. توفى الاجنبي، اقامته ما انتهتش، كان قاعد والاقامته شغاله وحصل له حاله وفاه. تمام. لو الاجنبي ده متجوز مصريه يمتد لها. لو متجوز اجنبيه يطرد. ما يمتدش ليه؟ ما يمتدش.
طب هنا حاله الامتداد بتكون مذكوره في العقد اللي هو في الاول خالص؟ لا, 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 لا يعني ده قانون اللي بيقول كده, مش ده قانون مش يعني العقد. مش لازم حد في البدايه خالص يكتب مثلا ان هو لو مستاجر شقه يكتب ان هو ايه انا مقيم فيها, يكتب اسمه ويكتب اسم زوجته ويكتب اسم ولاده والبطايق, مش لازم. لا لا خالص. تمام خالص. على القديم ولا على الجديد؟ على الجديد. لا الجديد حاجه تاني. لو عايزنا نقولها نقولها يعني, لكن نقول القديم بقى مش محتاج يكتب اسمه, مش محتاج يقول انا اجنبي, هو جنسيته كذا. استاذ احمد لحظه واحده, هو اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه ده كان على القديم حتى على الاجنبي. ازاي؟ زي ما هو ده قانون يعني. لو في يعني هو أجنبي في حد اجنبي باجر ايجار قديم لحد النهارده. ايوه في الزمالك وفي مناطق كل الاماكن ده, بقول لك في الاماكن الراقيه والاديه هتلاقي اجنبي. ده المشكله ايه؟ ممكن لو هو مش عايش انت ما تعرفش انك واجب تطرده, وممكن يبقى اصلا رجع بلده تاني وقاعد وبيبعت لك الاجره, لا اطرده. حتى يعني مش محتاج الكلام ده يتكتب في عقد. لا يا فندم, انه من حقه يسترجع شقته في حاله الوفاه. القانون يفترض العلم بيه. يعني مش ضروري اكتب في العقد انه لو اجنبي, لان ده القانون اللي بيقوله. يعني انا لو كاتب خلاف ده في العقد كلامي وكلامك ما يمشيش, لا يجوز الاتفاق على مخالفه القانون. ده دي قاعده منتهيه. حتى لو ليه اولاد اجانب برضه مش من حقهم يمتدلوا. حتى لو ليه اولاد, لو ليه اولاد مصريين يمتدلوا. اوكي. يعني لو ليه زوجه مصريه يمتدلها. لو ليه اولاد مصريين يمتدلوا. يا استاذ احمد, ما هو ايجار قديم ده أيوه. يعني راجل قاعد في مصر ومقيم فيها وخلاص حياته بقت موجوده في مصر, يعني هنا على ما اعتقد اي يعني اجنبي يا فندم ممكن يبقى معاه. اي اجنبي جوه البلاد لازم يكون ليه اقامه. عظيم 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 كده. عظيم. لو ملوش اقامه او اقامته انقطعت تنتهي علاقته الايجاريه. بس حاله الوفاه وانه لم تكن حاله الوفاه في البلد ومراته قاعده ومراته دي اجنبيه. تمام تمام برضه تطرد. طب لو هو الإقامة بتاعته عمال ينتد يعني تمتد عادي جدا, بتمتد خلاص ما فيهاش مشكلة. لو إقامته سارية إقامة سارية خلاص ما فيش مشكلة. هل هنا القانون ما بيحددش مثلا 10 سنين 15 سنة اللي إيه؟ لشكل معين اللي هو يبقى طالما بتوازي الإقامة بتاعته؟ ناخدها بشويش عشان الناس ما تتلخبطش. إقامة شغالة وسارية وسليمة تحت أمر. مات ومراته قاعدة, مراته لو مصرية يمتد, ولاده لو مصريين يمتد, مراته اجنبيه ولاده اجانب يطردوا. تمام. ترك البيت وراح في بلده بس بيدفع الاجره مع الجاره اللي جنبه. بيدفعها عن طريق المحامي, بيدفعها عن طريق اي حد التاني. يا عيني المالك ممكن يكون سمع الموضوع ده اول مره في حياته يسمعه. يا فندم اطرد, ارفع دعوه طرد وطرد. حتى لو اقامته برضه ممتده؟ لا ما هو خرج بقى خلاص, ما فيش اقامه. ما ممكن يسافر مع اقامه. لا ما فيش اقامه ليه. احنا شرطنا الاقامه. طالما ليس له اقامه في مصر خلاص سافر وراجع خلاص ليه اقامه. اقامته انتهت يتفضل مشكوره, الا اذا كان متزوج بمصريه او له اولاد مصريين يمتد لهم. فدي دي دي ده موضوع كتير بيغفل عنه. واحنا هنا بنفتح الامور اللي هي ايه, مش التقليديه. التقليديه الناس كلها حافظاها يعني. فبنحاول نقول للناس اللي ليهم حقوق, خدوا بالكم القانون بيدي الحق في الحته دي. فناخد بالنا ونعمل قانون الايجارات. اصل قانون مليان استثناءات متشعب. يعني قانون صعب شويه, مش والناس حتى لما تيجي تشرحيه ما بيبقاش مستساغ قوي فهمه للعامة انك تقعدي. فاحنا بنتكلم على الحالة دي ينفع يطلق. كويس قوي. طيب لو مستأجر طلق زوجته الحاضنة وبعد كده توفى, هل يجوز ان يمتد عقد الايجار للزوجة دي او السيدة المطلقة دي؟ تمام. عندنا حالتين في الطلاق هنا. اذا كان الطلاق طلاق رجعي فهي لسه على ذمته يمتد لها. ما هي الطلاق بينونه كبرى وصغرى. لا امال ايه, احنا عندنا نوعين من الطلاق. طلاق رجعي يعني الزوجه يرجعها في اي وقت في فتره العده ينفع ترجع, فهي لسه على ذمه الزوج ترس منه وتتعامل كزوجه. تمام. لكن الطلاق بائن خلاص ما بقاش يجوز الرجوع الا بعقد ومهر جديد. تمام. هنا خلاص ما فيش زوجه, لان القانون قال لك يمتد عقد الايجار لمين؟ للزوجه, للاب والام والزوجه والابناء المقيمين مع المستاجر الاصلي وقت الوفاه. الراجل طلق وبعد اسبوع من طلاقه
تمام توفى. هو هي لسه في فتره العده، يجوز لو هي طلاق رجعي يجوز يمتد لها. طب طلقها تمام وبعد 4 5 6 شهور تمام، وعشان ما حدش يدخل لنا يقول لي ايه ما هي ممكن اكتر من 5 6 شهور تبقى الرجعه لو هي حامل الى ان تضع حملها. يعني العده للنساء ليها 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 قواعد، يعني واحده ممكن تعتد في 40 يوم، واحده في 60 يوم، اسف 60 يوم اقل فتره، وممكن نقعد 9 شهور لواحده حامل عدتها موجوده، هي لسه ما زالت في العده الى ان تضع حملها. مفهومه ولا أيوة. انا مش واضحه لي، انا اعرف ان هي 61 او 62 يوم او كده اللي انا هو 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 العده العده هي 3 حيضات والطهر منهن. العلم والفقه قال ان اقل فتره 3 حيضات للمراه 60 يوم. فالقانون المصري خد بايه؟ بان لما الزوج يطلق بارادته المنفرده ويرجع عند المأذون يرجع في خلال 60 يوم. تمام تمام. لا الزوج عارف ان مراته لسه عدتها ما خلصتش، يبعت لها انذار رجع. المأذون ملوش دخل كده، يقول للمأذون استنى انت على جنب، يبعت لها انذار رجع ويقول لها انا براجعك، يجي القاضي يجيبها. هل انت لما بعت لك انذار المراجعه كنت لسه في العده بتاعتك لسه ما خلصتيش الثلاث حيضات ولا لا؟ والقول قولها، صدقت هي لنفسها كذبت لنفسها. تمام. طب لو طلع ان الست دي حامل، لو طلع بقى ان الست دي حامل تقعد عدتها الى ان تضع حملها، يمكن فاضل شهرين على الحمل، فاضل 3، فاضل شهر، فاضل بدايه الحمل، احنا لسه في اول شهر في الحمل، قدامنا 8 شهور. فاذا العله في السؤال بتاع حضرتك تمام، اذا كانت الزوجه ما زالت في فتره عدتها فيمتد لها عقد الايجار. طب لو مش فتره عدتها خلاص ما بقتش عندها اولاد، لانها طالقه بقى يمتد لاولادها. مش هنا بقى صح 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 كده صح، انت بتتكلم بس ممتاز. ممكن الاولاد ما يكونوش قاعدين مع والدهم. بالظبط بقى، يعني احنا بقينا كده نحاول يعني انا كده يعني اخاف على طمنت علينا كده طبعا من زمان تمام. لو الولاد هنا اللي بيحموا الام تمام، الام هي قاعده مستخبيه ورا الولاد لان الولاد امتدلهم، بس بشرط زي ما حضرتك قلتي انهم يكونوا كانوا مقيمين مع الاب وقت الوفاه. لو الولاد مقيمين مع الاب وقت الوفاه تقعد خالتهم عمتهم اللي عايز يقعد، ما حدش هيقول لهم لا. فالام قاعده هنا مش بصفتها مستاجر اصلا او مستاجر اسف، او لها حق الامتداد حسب الوفاه لو حصلت قبل 2002 او بعد 2002. فهنا يبقى ليها انها تقعد وليس امتداد، يعني احنا ولادها مستضيفينها قاعدينها معاها. طب لو افترضنا حاجه ثانيه، اتفضل. افترضنا ان هو الزوج مش متوفي بس حصل انفصال وخلاص حصل طلاق كامل، والشقه اللي كانوا مقيمين فيها شقه اللي هي الزوجيه بعد ما حصل الطلاق راح باعها تمام. حلو. وبعد ما باعها المطلقه عرفت وهي عندها اولاد، اكتشفت ان هو باع الشقه وراحت رايحه رفع قضيه ان ده مسكن زوجيه وفي واحد غريب اشترى الشقه، تهيألي بترجع للشقه. ايه بقى الاجراءات؟ لان هنا الناس برضو في بعض الكلام اللي بيقال ان الزوجه هنا بتاخد الشقه ليها مره اخرى بحكم المحكمه، وبعد كده في اجراء بيقوم بيه بقى المفروض اللي هو المالك الجديد. حاضر، دي حلقه لوحدها تمام، بس هنقولها ان شاء الله يعني. شوف هناك فرضين في اللي انت قلته تمام. فرض اذا كانت الشقه دي شقه ايجار ولا تمليك. عظيم صح؟ اه تعالى ناخدها الاول ايجار ونرد بعد كده على التمليك. تمام. زوجه طلقت والشقه ايجار، القانون قال ايه؟ القانون قال اسمه مسكن حضانه. خلينا نربط الكلام ده بانه يكون لازم يكون عندها اولاد عشان تاخد مسكن حضانة. هي اصلا خلاص ما بقتش اسمها زوجه تحت مظلتهم، ما بقتش اسمها زوجه، اسمها مطلقه. تمام. طب ينفع المطلقه يمتد لها عقد الايجار؟ لا نقف بقى، هي المطلقه هنا ليها حق انها تظل في مسكن الزوجيه اللي هو ده الى ان نقطه، وهنرجع لها تاني الى ان. يبقى احنا لو المطلقه دي الشخصيه دي شخص مؤجر شقه، لا ليها حق انها تقعد، وهنا ما يقدرش المؤجر يقول لها انت مالكيش صفه ده انت مطلقه قاعده ليه، لان المطلقه مالهاش. يعني يقدر، يعني القانون كان المشرع كان حريص هنا، لان مين اللي احنا قلنا اللي يقعد في الشقه؟ اب
وام اب وام المسجل الاصلي والزوجه والاولاد. هنا ما بقتش زوجه، هتقعدي بصفتك ايه؟ فاقدر اطردها؟ لا، القانون قال له لا تقعد وتدفع لك الاجره وتقبل منها الاجره. ليه؟ لانها ده مسكن حضانه. قلبنا بقى رحنا حته تانية اسمها مسكن الحضانه. تمام. طب تعالى بقى ايه، ببين انك فتحت، ندي اسئله. طب ينفع الست دي المطلقه تتفق معاك انت مالك العقار وتتنازل لك عن الشقه؟ لا، تتنازل عن الشقه. مش هي دلوقتي اللي قاعده في الشقه كونها مطلقه وكونها القانون اداها حق انها حاضنه؟ تمام، وهي اللي قاعده في الشقه، مفيش خلاف. تمام، ينفع اجي انا، ودي دي 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 مهمه قوي 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 الناس تاخد بالها منها، يجي المالك يقول لها ايه؟ ما تديني الشقه واديكي 200 300,000 جنيه وخروجي وسيبك، وانت كده كده عندك شقه عند ابوكي وروحي اقعدي فيها واستفيدي واستفيدي وهو خد شقته. تمام. لا، ما ينفعش. ما ينفعش. وبتحصل مع ناس ويدفعوا ويقعوا في الغلطه دي. مالهاش حق التصرف. بالظبط. هي هنا اقامتها اقامه مؤقته لحين انتهاء فتره الحضانه. فما تقدرش تتصرف. لكن لو ارتكبت فعل يخليها تطرد، تطرد او تطرد هو وهي. ارتكبت فعل زي ايه؟ ما دفعتش الاجره. ثلاث شهور ليها مده محدده؟ لا لا، وقت ما طلبك. في القديم لا، في الجديد حسب العقد. وايه تاني؟ عملت اجرت من الباطن. تمام. ما ينفعش. عملت اي امر من الامور اللي بنتكلم عنها، اخلال ادبي، اخلال معنوي، اي شيء من الامور اللي تطرد، من حقه هنا يطرد. استاذ احمد، الجزئيه دي عامله يعني ضجه الفتره اللي فاتت بخصوص ان هنا الواحد بياخد احكام مسبقه على بعض الناس، يقول لك اصل انا شاكك في الشقه دي ان هي ممكن فيها بعض الحاجات اللي مش لطيفه او ممكن مش عارف ايه. احنا هنا افترضنا على الرجاله ان هم ممكن واحد بيطلع البلكونه بلبس غير لائق مش عارف ايه، فدي حاجه القانون خلاص جرمها وقال هنا من حق يعني مره اخرى تسترد لك الشقه ويطرد. حلو الكلام. لكن السيدات هنا ما هو ما حدش يكسر الباب على حد ويقول اصل انا حاسس ان هو انا شايف كذا ومش عارف ايه. حاضر. ايه الخطوات القانونيه لاي حد ممكن هو هنا بحاجة. هنا هنا قانون الايجارات زي ما اتفقنا قوانين استثنائيه ومعموله اصلا خصيصا لمصلحه المستاجر مش مصلحه المالك. يعني عله القانون نفسه معمول لمصلحه المستاجر وليس المالك. القانون ما قالش بالطريقه اللي حضرتك قلتها، كويس انك قلتها بالشكل ده عشان نوضحها. ده القانون قال عشان تثبت ان في ضرر يستوجب الطرد او فعل مخل لازم بحكم محكمه نهائي. يعني مش بس لا يا فندم، وانا صورت الراجل بملابسه اللي واقف في البلكونه ده، لا مش ده اللي يطرد. ترفع عليه قضيه وياخد حكم وتطرد بموجب الحكم النهائي. فلازم ده يتشاف كده. بس ايه، سهل ياخد حكم؟ لو الواقعه دي ثابته سهل ياخد. فاذا ما تخافش، او الناس برضو تبقى عارفه انه ده بحكم الموضوع اصله قانون استثنائي، مش هيديك اجراءات بسيطه قوي، لا هي الاجراءات صعبه وضمانات القانون فيها للمستاجر اكتر ما ضماناته للمالك. فلا، هيازم يصدر حكم نهائي، نهائي كمان مش حكم اول درجه، حكم نهائي ان بارتكاب للضرر. فعشان كده قطر. نرجع بقى للجزء المتمليك. طب هنطلع لفاصل وبرضه يعني بعد ما نرجع فكرني يا استاذ احمد ان احنا نتكلم معاك. لو حد عامل عقد ايجار مع حد والراجل اللي هو المستاجر ده مش بيدفع ايجار، مش من حق المالك يروح ياخد المحل من نفسه؟ ليها اجراءات. لازم حكم محكمه برضه. خليكم معانا يا جماعه، الموضوع حلو قوي النهارده. رجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين ان بوكس بعد المداوله مع المستشار احمد فوزي، بنتكلم النهارده عن حالات طرد وامتداد عقد الايجار للمستاجر. احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن حاله الزوجه المطلقه لما بيمتد لها عقد الايجار، وهل من حقها انها تطرد في حاله ان هي ترتكب اي فعل، او لو جوزها يعني طردها او باع الشقه او تصرف فيها. هنتكلم دلوقتي عن حالات التمليك بقى، انه مثلا زوجه حاضنه وليها حق ان هي تقعد في المكان ده، وجي جوزها كده او طليقها راح باع الشقه دي لحد تاني. هنا الست دي بتتصرف ازاي؟ وهل
يجوز او مش يجوز، هو هل يجب ان الشقه دي ترجع تاني للمطلقه لانها حاضنه، والراجل اللي اشترى الشقه بقى موقفه بيعمل ازاي؟ تمام. كان احنا جاوبنا على الجزء انها لو مستاجره، لو الشقه دي ايجار اصل خدي بالك القانون كان في الشقه الايجار بيدي تفصيله غير دي. جه حكم المحكمه الدستوريه لغاها، انا بس مش عايز الخبط الناس. فكانت ليها مدة معينة في الشقة الإيجار إنك تطالب بالإعادة فيها أو لا، بس الحمد لله اتلغى. حتى مع الإيجار القديم؟ ما هي كانت أصلاً على الإيجار القديم. الإيجار القديم طيب. تمام. دلوقتي السؤال اللي حضراتكم طرحتوه والأستاذ أحمد طرحه اللي هو إيه؟ الشقة والراجل والست عايزة ينفع تقعد فيها كحاضنة ولا ما تنفعش تقعد فيها؟ إحنا قلنا حتة لو كانت شقة إيجار، طب لو الشقة تمليك؟ أيوه. تمام؟ شقة إيجار أو تمليك نقدر نعمل فيها نفس الكلام ده. تمام. الاصل انها تقعد وما تطردش واوا في كل الاصل. القانون قال ايه؟ على المطلق ان يهيئ لصغاره وحضن والحاضنه مسكن يقعدوا فيه. ده الاصل. تمام. سعادتك ما هيأتش يقعدوا مكانهم. احنا النهارده اتطلقنا واحنا كنا عايشين في الشقه دي ايجار او تمليك، القانون هيديهم هم قرار انهم يتمكنوا من الشقه دي ويظلوا فيها. تمام. انت كزوج ايه اللي مطلوب منك؟ عايز تسيبهم في الشقه خير وبركه، مش عايز تسيبهم في الشقه توفر لهم مثلا بديل. ايه ده وانا اقدر اخد شقتي؟ ودي بقى اللي عايزين نقولها بقى للمره الف، عشان دي بيحصل فيها بقى ايه؟ تلاقي راح واحدة واحد وأم وابنها وراحوا وكتبوا الشقة لبعض واديله الشقة، وهات ابن خالتك ياخد الشقة ونعمل له الشقة، ويفاجئوا إنه ابن خالته باعوا له وسجلوا له في شهر العقار ودفعوا مصاريف وكل الإجراءات دفعوا قد كده وأتعبوا حماه وأتعبوا وعملوا كل حاجة، والست الحاضنة جات عملت إيه؟ تمكين. خدت تمكين وقعدت في الشقة غصب عن الاخ ده. لحين ايه بقى؟ لحين ان هو اللي ياخد قرار بالظبط، يروح رافع بقى الزوج او المشتري. يعني المشتري ده من حقه برضه يرفع دعوه ويطردها، يقعد عايش في المحاكم كذا. طب ويا جماعه ليه ما بالعقل؟ لو انت البيع سوري بينك وبين واحد قريبك ما تعملش الموضوع ده وتصرف على الفاضي. انت لو عايز تسترد الشقه دي اذا كانت ايجار او اذا كانت تمليك بتاعتك، لو عايز تستردها هترفع دعوه اسمها دعوه استرداد مسكن. ناس كتير بتغلط فيها وارجو ان الناس تراجعها كويس قوي الحته دي. ترفع دعوه اسمها دعوه استرداد مسكن زوجيه وتوفر مسكن بديل. لو ما توفرش خلاص هي قاعده. حتى لو متباع لحد غريب؟ لا تتمكن منها. متباع لحد غريب بقى، واصل ممكن تكون متباع بجد. ايوه متباع بجد لحد غريب هيرفع دعوه ويطرد. تمام. بس دعوه موضوعيه يعيش له فيها سنتين ثلاثه في المحكمة. لا بس من حق الاولويه هنا للزوجه الحاضنه. لا ان هي تاخد شقتها. لا هتطرد. هي في قرار التمكين هتتمكن. وهيجي الراجل يبقى جوه هو وعياله المشتري وقاعد فيها بجد. ايوه وهيطردوه. بس ده اسمه قرار تمكين، ده قرار وقتي. طب لحين انه لحين بقى الراجل ايه يرفع الراجل بقى؟ ما هو انا ممكن يكون اصلا ده فيلم معمول بين الزوج وزوجه. لو افترضنا وممكن يكون الراجل شارب جد ومش ومش كده بيرفع دعوه. بس بيطلع وبياخد حاجته هو ومراته وعياله ويعيني ويطلع. عشان كده ننصح اللي بيشتري شقه، وقلناها قبل كده. أيوة صح. اللي بيشتري شقه الاثنين ساكنه ومسكونة، يا عم تعالى مضيها شاهد على العقد الزوجة. صح. عشان تقول للقاضي، ما تقولكش اصل ده سوري وده صاحبه وراح باع، اصل في تفاصيل كتير. فأمن نفسك ومضيها، وأمن نفسك واستلم، وأمن نفسك اكتر. تمام. واسأل هل بينهم قرار او محضر حيازة او لا. يعني في شوية تأمينات طبعا بس ايه صعبة. ولكن احنا بنقول ايه للي اشترى، هتاخد شقتك هتاخدها بس هتلف لك شويه في المحكمه. هتلف لك سنتين ثلاثه. حلو قوي. هو راح المحكمه واخد حكم طرد، هينفذ الزوجه. هي بقى وضعها ايه؟ هترفع دعوه اسمها اجر مسكن. ما هي مش لاقياه. مش لاقي مين؟ مش لاقي طليقها.
لا ولا مش لاقي طريقه دي مشكلتها. هترفع دعوه اسمها دعوه اجر مسكن. تمام. وطلقها ده مش لاقياه هتنفذ عليه، تعمل دعوه حبس، هيتمسك في اي كمين هيتحبس. تمام. تنفذ على شغله بالمبلغ، تنفذ على عربيه، تنفذ هتنفذ. وهو مطالب انه يوفر لها مسكن او يديها حق الايجار. لازم. لازم يوفر لها مسكن بديل او يديها حق الاجره اللي تقدرها المحكمه. طب الاجره قد ايه؟ طبقا لدخله. ليه احنا واحد دخله 10,000 جنيه مش خلاص هيبقى القاضي هيحكم طبقا لدخله، ما بيحكمش طبقا للعشره. لا ده هو شايف ان الولاد هنا عندهم مصاريف، مصاريف ونفقات هو برضه اللي هيدفعها، فالقاضي عينه على الحته دي برضه، مصاريف دراسه ونفقه ماكل ونفقه ملبس، النفقه اللي بنقول عليها من نوعيها، ومصاريف خادمه اذا كانوا يخدموا في اهل بيتهم يعني، ومصاريف واجر حضانه ومصاريف علاج وفرش وغطاء، سلسله يعني نفقات. سلسله نفقات القاضي شايفها، فبيدي ما بيبقاش شايف ايه واخد بياخد 10,000 جنيه واجر مسكن نديهم 5، لا ما هو عارف انه عنده مستقطعات من مستقطعات غير الاقساط، غير لو هو اتجوز تاني، غير لو هو اتجوز تاني، غير لو هو عليه اي ديون او اي اقساط بيسددها بشكل ثابت. ففي الحالتين نصيحتنا للناس اللي بتلف في الحته دي وتبيع الشقه وتاجرها وتديها لحد الفيلم ده كله لن يصرف عن شيء، هتاخد تمكين وهتاخد تمكين. وانت تقدر تاخد شقتك المره المليون يا جماعه، انت تقدر تاخد شقتك من يعني عندك شقه تمليك تاخدها وتبيعها، بترفع دعوه اسمها استرداد. طيب هي انا كنت جايب لها فيلا في التجمع، ينفع عشان اجيب لها مسكن بديل اجيب لها فيلا زيها؟ لا لا، مسكن ملائم. عشان برضو الناس الاسئله دي بتعمل احباط للناس، يقول لك طب ما هو انا لو خدت وجايب لها فيلا، ما تلاقي ابوها بيقول له ايه؟ يا ابني انت لو حتى خدت الفيلا انت لازم تجيب لها فيلا زي. لا يا حبيبي مش لازم تجيب لها فيلا، مسكن ملائم للاولاد وللزوجه او الحاضنه يعني، يعني مسكن يتلائم مع بيئتهم وعيشتهم ومسكن يكون فيه امان للاولاد والصغار. كويس. طيب في حاله الزوجه المتزوجه عرفيا هل يمتد عقد الايجار ليها برضه؟ لا. لان القانون قال ايه؟ الزوجه. الزوجه عرفي عندي في القانون لا يعتد بها. المتزوجه عرفي اهو بنقول لها لا هتاخدي متعه ولا عده ولا مؤخر ولا اي حقوق ولا هيمتد لك عقد الايجار. ده مش حكم محكمه، ده بقى بيتنفذ ازاي؟ هو القانون قال ايه؟ يمتد عقد الايجار لمين؟ للزوجه. المتزوجه عرفي بالنسبه لي في القانون انا مش زوجه. انت متزوجه عرفي ليها اي حق في الحقوق؟ لا. طب والمدني؟ مدني ايه؟ الزواج المدني. الزواج المدني لا ماليش فيه. ما هو زواج المدني يعني ايه زواج مدني؟ احنا عندنا يعني زواج مدني بس. لا اقصد يعني في ساعات زواج بيتم مثلا يعني، ما هو ده العرفي. لا بعقد. لا في ساعات زواج بيتم مثلا تحت المظله مثلا في سفاره في قنصليه. لا ده زواج رسمي. ده كده يعتبر رسمي. اه طبعا. تمام. لو لا بس هو ما فيش سفارات بتعمل كده. مثلا ما هو لو لكن لو اتعمل في جهه حكوميه يبقى زواج رسمي. احنا عندنا لو اجنبيه عايزه تتجوز واحد مصري هنا. هنعمله ايه في السفاره؟ الشهر العقاري تقريبا. بتروح زواج الاجانب في مدلة زغلي في وزاره العدل، المبنى ده مبنى مخصص وبيتزوجوا هناك وهو ده بدل المأذون ويعتبر زواج رسمي سليم مليون المية. طب لو الزوج مصري والزوجة أجنبية تمام. زي ما احنا اتكلمنا كده والراجل توفى، هل يمتد السيدة الأجنبية دي زواج رسمي؟ عادي قديم ولا جديد؟ الإيجار قديم. لا برضو جديد. طيب لا يمتد، ما هي أجنبية متجوزة مصري. أيوة ما هيش دخل إذا كان طرف أي طرف من الطرفين أجنبي. طب لو جديد؟ لو جديد لا يمتد. يمتد لو جديد. يمتد مفيش مشكله. يمتد بالمده المتبقيه في العقد. ليه؟ ليه طيب؟ ليه ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ سالتنيش بقى عشان ده محدد المده. لا امال ايه؟ لان الجديد بيمتد للورثه والزوجه الاجنبيه هنا تارث. لكن قانون الاجارات القديم عندنا في استثناء للاجنبي اللي مالوش اقامه ما يمتدلوش. ما يمتدلوش. لكن هنا في القانون الجديد يقول لك ايه؟ مين اللي بيمتد له عقد الايجار؟ للورثه. وعشان كده في عقد الايجار
تمام. في يجي يقول لك ايه، اب مات وعنده بنت، هي البنت يمتد لها عقد الايجار، ده يمتد للبنت وعمها وعمها التاني، كل اللي اسمه في اعلام الميراث. ده ما كانوش قاعدين مقيمين معاه، وهو مين قال لك شرط الاقامه في القانون الجديد؟ ورثه بس. طب لو القانون الجديد اللي هو بعد 31 يناير 96 عشان الناس ما تتلخبط، اي عقد ايجار محرر بعد هذا التاريخ. تمام. طب لو الابن يعني ولد، ولد خلاص ما فيش ورثه بتحجبه، ما يمتدش للعموم بقى للعم. ما هو ليه انا ليه انا قلت بنت؟ عشان البنت الوحيده اللي ممكن عمها يدخل في الميراث او افراد تانية تدخل، الولد بيحجب كله باستثناء الاب والام. يعني توفى شخص وترك اب وام وابن، الاب والام اللي هم الجد والجده دول ما بيتحجبوش خالص بوجود الولد او بوجود البنت. ده في حاله الحاجه اللي انا مالكها. لا، القانون القانون قال برضه قانون، انت مش مالكها، انت بيمتد لمين هنا؟ للورث. ده الايجار القديم. الجديد القديم بيمتد للمقيمين. فرق يعني لحظه واحده، يعني لو دلوقتي في اب وام وعيال مأجرين شقه قاعدين، ان قانون ايجار قديم، اب وام واولادهم مقيمين، ايجار قديم ولا جديد؟ جديد. ماشي، حلو الكلام. والعقد هنا باسم باباهم او باسم توفى الاب، يمتد باقي المده اللي موجوده في العقد. لو انا عامل عقد 59 سنه للورثه بقى يمتد جديد يا استاذ احمد. ايوه يا فندم، هو الجديد اللي هو مده، اقصى مده في الجديد 59 بس على حسب رغبه المالك. اي طبعا، صح كده، اللي يعملوا شهر عظيم جدا لغايه 59، وانا لا انصح ب 59. لا طبعا. عارفه ليه؟ بياخد الضيف عليه ضريبه تصرفات عقديه. خدي بالك من الحته دي، يجمع لك فلوس العقد. يا استاذ احمد خلينا في الحته بتاعتنا الله يكرمك. يعني خلينا في الجزئيه دي، هو كده مين اللي بيرث بعد كده من بعده؟ اللي يمتدله هم عقد الايجار كلهم ولاده اللي اسمهم في اعلام الوراثه. طلع بقى واسمهم في اعلام الوراثه، دي اخته موجوده في اعلام الوراثه. يا استاذ احمد ازاي؟ زي ما بقول، ما هو اعلام الوراثه هيطلع فيه عيلته طبعا. هيطلع فيه مش كلهم، لا مش كلهم. لو ولد ورث بيحجب هيطلع فيه اخواته وهيطلع فيه مراته. لا، لو ليه ولاد قصدي. شفت انا المثال لما ضربته ايه؟ بنت او بنتين او بنات، لان اللي يورث باقي العيله البنات اللي بيسمى اللي الشرع بيورث لاخوات فيه معاهم. لكن لو الولد، الولد بيحجب، بيحجب كل الناس باستثناء الاب والام اللي هو جده وجدته. طب ما ممكن انا بتكلم الحاله نفسها، ممكن على الزوجه برضو، ما ممكن الزوجه شقه باسمها وهي اللي عامله عقد ايجار وتوفت. ماشي تمام. ايه الوضع هنا؟ عندها اولاد، اعلام وراثه، طلع اعلام وراثه هيطلع فيه كل اللي اسمه في اعلام الوراثه من حقه يمتد له عقد الايجار حتى لو ما كانش قاعد. القانون بقى القديم بيعمل ايه؟ لازم يقول لك لازم يبقى قاعد، يعني ممكن اثنين اخوات مقيم. في القانون القديم واحد كان مقيم وواحد اتجوز وخرج، اتجوز وخرج ما يمتدلوش. تمام. المقيم هو اللي كان قاعد يمتد له. فالقانون مرتبط انه يكون ابوه امه اخوات ابنائه الزوجه بشرط الاقامه، طالب شرطين. والحاله الثانيه اللي الناس بتغفل عنها حاله المساكنه في القانون القديم. يعني ايه في المساكنه؟ المده لا، حضرتك جيت اجرت مني شقه، ويوم ما اجرت مني شقه كان ابن عمك قاعد معاك في الشقه منذ تحرير العلاقه الايجاريه 15 سنة مثلا. لا ملهاش مود، ملهاش علاقة؟ وقاعد معاك مش في الأربعينات الكلام ده؟ ماشي، ما ده القديم صح. بعد كده تعدل في الحاجات دي. لا ما تعدلش خالص، ما تعدلش، ما تعدلش. قاعد معاك ابن عمك أو ابن خالتك أو واحد صاحبك، سيبك بقى من ابن عمك أو ابن خالتك، هو واحد صاحبك. تمام. قاعد معاه، ده بياخد حكمك أنت بالظبط، حكم المستأجر الأصلي عن طريق أحكام محكمة النقض بتاع حكم المساكنة. هو مش لو حد قاعد معايا وأنا مستأجر المفروض إن في حاجة اسمها عقد استضافة؟ لا، قاعد معاك منذ تحرير العلاقه الايجاريه بصفته، يعني حضرتك بصفته صاحبك قاعد معاك. ما هو قاعد معايا في العقد الايجار فين عقد استضافه؟ لا مفيش حاجه اسمها عقد استضافه اصلا. ايه عقد استضافه ده؟ انا جاي عندي الاستضافه ده انك هستضيفك اسبوع اثنين شهر سنه وامشيه، لكن لا، يا انا جيت اجرت الشقه دي، احنا الاثنين نزلنا من البلد مع بعض. ماشي. واجرنا شقه انت عملتها باسمك وانا قاعد معاك من وقتها، وثبتت بشهاده الشهود ان انا مقيم معاك منذ تحرير عقد الايجار، انا اخد نفس حكمك. حتى لو اسمي مش مكتوب جوه العقد، ده اسمه احكام المساكنه. ودي ليس قانون الايجارات اللي اتكلم فيها، ولكن احكام محكمه النقض وبتسمي. طب ممكن ارجع لنقطه الاجنبي؟ اتفضلي. طبعا الاجنبي لو في شخص مصري قاعد معاه مساكنه،
ومات الاجنبي ده ماشي. بيمتد عقد الايجار للراجل المصري ما بيطردش لا للمصري بقى للمصري باحكام المساكنه بالظبط ينفع يعني بقول لك هو هو قانون الايجارات عامل زي الباسكت اللي متخرم ده اللي تحط ميه تطلع من 100 حته كل مره بقول الحمد لله وصلنا للسقف في حاجه معينه بلاقي ان السقف ما شاء الله بيعلى لا 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 قانون الايجارات ومش كل الناس وبحاول اوصل معاك لنهايته وما فيش خالص يعني نفس الموضوع احنا معانا رسائل من الساده المشاهدين ليها علاقه برضو بالنفقه والطلاق اتفضل اول رساله انا زوجي محبوس في جنح الضرب ينفع اطلب الطلاق للضرر طيب خلينا نقول نحط القاعده بتاعتها اي زوجه من حقها تطلب لو جوزها اتحبس لازم يكون الحكم الحبس 3 سنين يعني واخد عقوبه 3 سنين يكون قضى منهم سنه وبعد ما يقضي سنه تقدر ترفع يعني واحد خد 3 سنين قضى سنه بعد السنه ترفع تاخد حكم لكن مش على طول يعني لا يعني قضى سنه ويكون واخد حكم 3 يعني لكن لو المحكمه اديته سنتين ما ينفع طب لازم المحكمه تكون حكم بحبس المتهم 3 سنوات نقطه تقعد بقى مصبره نفسها لغايه سنه ما تعدي في الحبس اول ما السنه دي تخلص ترفع طب ده في حاله انه ضربها ولا في حاله انه حبس لاي حاجه لا ان شاء الله يكون ضرب ابن الجيران هو اتحبس ملهاش علاقه انه ضربها هي ضربها هي ده موضوع تاني يعني مش لا بيبيع مخدرات اتحبس عمل خطا ما تعدي سنه وبعد كده هتطلب الطلاق بالظبط يكون 3 سنين او يعني لو 4 سنين خير وبركه لو خد 7 سنين خير وبركه ربنا يستر يا استاذ احمد احنا نفهمها على شهر كريم ان شاء الله احنا وقتنا هيجري وخلص بسرعه جدا احنا ما حسيناش نشكرك جدا يا استاذ احمد نورتنا ميرسي يا فندم كل سنه وانت طيب شكرا جدا شكرا يا نوران كده احنا حلقتنا وفقرتنا من ان بوكس خلصت نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد